نجحت هيئة تنظيم سوق العمل في اجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الآيزو في إدارة نظم الجودة، وذلك بعد تحقيقها جميع متطلبات الشهادة عبر تطبيق مبادئ الجودة الفعلية والدقيقة وحسب المواصفات القياسية الدولية للجهة المانحة للشهادة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ عصام محمد رمضان، مستشار التدريب والتقييم بهيئة تنظيم سوق العمل. بداية أهلا بك في نشرة الثالثة، ونبارك لكم هذا الإنجاز المستحق. تحدثنا عن الهدف من تطبيق نظام الجودة في هيئة تنظيم سوق العمل. بداية مساكم الله بالخير وشكرا لإتاحة الفرصة لنا. مثل ما تعرفون بأن هيئة تنظيم سوق العمل هي مؤسسة حكومية تقدم خدماتها إلى المواطنين والمقيمين وأصحاب العمل والعمال، تحرص الهيئة دائما أن تقدم خدماتها وتنفذ إجراءاتها بأعلى درجات المهنية والاحترافية، وهذا الأمر اللي يدفعنا واقعا إلى مراجعة والتقييم بصورة مستمرة. ونهدف طبعا إحنا من خلال تطبيق نظام الجودة بهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن التأكد من وجود نظام يوثق جميع الإجراءات بالعمل بمنهجية قائمة أساسا على النظام وليس على الأفراد، وذلك للتأكيد بأن النظام يعمل بشكل مستمر ومستدام وما يكون في عندنا أي خلل في النظام. الهدف الثاني طبعا هو التحقق من أن جميع إدارات الهيئة تعمل بصورة فعالة ومنظمة في جميع عملياتها وأنشطتها الداخلية وحتى الأنشطة الخارجية وفق معايير دولية معتمدة. الهدف الثالث طبعا من وجود نظام الجودة عندنا هو التعرف على المخاطر المحيطة بعمل الإدارات المختلفة في الهيئة بما يمكننا من العمل على إيجاد حلول مستدامة تساعد للتغلب على مثل هذه المخاطر. نعم أستاذ عصام، ماذا يمثل هذا الإنجاز للهيئة وكيف سينعكس ذلك على عمل الهيئة في المرحلة المقبلة؟ طبعا ما لا شك فيه بأن هذا الإنجاز يعتبر إنجاز مهم، ويعني إنجازات مهمة لهيئة تنظيم سوق العمل، ويعتبر رصيد إضافي لجميع الأمور المتعلقة بعملياتها، لا سيما أنها شملت كافة القطاعات والإدارات بالهيئة، وهي الشيء طبعا يمنحنا ثقة عالية بمستوى منهجية نظام العمل في هيئة تنظيم سوق العمل. وأن هذا الشيء طبعا يشكل لنا تحدي إضافي للاستمرارية والاستدامة لتحقيق هذا المستوى من الأداء والجودة، وإحنا طبعا حريصين على متابعة ومراجعة تطوير الأداء بصورة دائمة ومستدامة علشان نواكب جميع مختلف التطورات والمستجدات بهذا الجانب. نعم الأستاذ عصام محمد رمضان، مستشار التدريب والتقييم بهيئة تنظيم سوق العمل، شكرا جزيلا لك.